Oh, l'idée qu'on a décidé dès le début d'investir dans le secteur du lait FI Tunis, il était évident à nous, c'est un secteur très difficile à pénétrer. Fama qui a le monopole, معناها في تونس شركة اللي هي مسيطرة على السوق، وصارت برشا محاولات انه شركات اخرى تدخل وتكبر وما نجحتش. دونك من الاول يقولوا معناها للمستثمر راهو ما ننصحكمش تدخلوا لتونس في السيكتور نتاع الحليب، خاطر السيكتور صعيب برشا. دونك احنا قررنا ندخلوا وندخلوا بحاجة مخير واحسن، افيك énormément de différenciation. معناها كي باش نجي ونجيبو beaucoup plus de qualité, اسعار مناسبه، و tout un chamboulement نتاع الديناميكيه نتاع المارشي avec des moyens marketing وكل شيء، et en même temps نبدلو في المنظومه نتاع انتاج الحليب في تونس وندخلو لها شويه حداثه. معناها احسن هو معناها ان سيستيم دو كونترول، انه يكون الشين نتاع الحليب اللي تبدا هي بالعلفه وبعد بتربية المواشي وكل شيء وصناعة العلفة واحد، حتى للديستريبيسيون، حتى توصل الكونسوماتور، الكل في مشروع واحد، معناه مندمجة الكل في اكتيفيتي متاع شركة معينة أو في سيكتور معين، يكون الكونترول أسهل، أنك تجي أنت تدخل تراقب كل ديبارتمون بطريقة أسهل و بلوز إفيكاس وكل شيء. دونك فما انتيغراسيون ماكسيمال في السيكتور هذا باش تضمن ان الجوده تزيد. كيف باش تتعامل مع سو تريتونس ولا مزارعين وفلاحه مربيين يكونوا بارتنير في الموضوع، يكونوا جغرافيا قراب، ويكونوا فما ان سيستيم دو كونترول ولا دو بارتناريا واضح سولون دي بروسيدور معينين، انه كي تشري الحليب من عنده ديما مضمون انه الكاليتي اللي حاجتك بها واحد. و اون ميم طون تكون انت تعاونوا معناها بالابقار هذه، وتعاونوا حتى باللي زيكيبمون اللي باش يخدم عليهم هو من غادي. دونك سي توت ان سيستيم اسي سوفيستيكي اكسبليكي كيف هناك، لكن هو يضمن لك الجدوى ويضمن البيرفورمانس تعلى في البرودكتيفيتي نتاع لي فيرم هذوما. شركة الصافي للألبان اللي هي شركة سعودية تتبع مجموعة الفيصلية، شركة كبيرة جدا، عندهم لو ريكور مونديال في التايم تاع لي فيرم هذوما، عندهم 43,000 بقرة حلوب في ضيعة واحدة، والفلاحة نتاع معناها زراعة العلف ومصانع العلف ومصنع الحليب وكل شيء موجود في المنطقة هي نفسها. معناها إذا مثلا الحليب يتحلب الآن بعد ساعتين ينجم يكون في الباكي، معناها ديجا امبالي، ويمشي كم حليب فخي ماهوش كل لونغ دوغي اللي يقع حرقه معناها باش نحي الجراثيم الكل، يمشي بطريقة باكيجي دون مانيير معناها تخي سان وكل شيء، ويخرج في السوق في الشين دو فخوا بطريقة طازجة، معناها تكون الجودة طبعا أعلى. في تونس هذا ما عندناش مالوغوزمون، بالرغم اللي في السبعينات كان موجود، توا ما عادش نجمو نعملوه، لأنه نخدم بمنظومة اللي يلزمها تحديث، يلزمها مودرنيزاسيون وكل شيء. احنا اون شوازي سيت اونجل لا باش ندخلوا في السيكتور نتاع الحليب في تونس افيك لو بون بارتنير، افيك بوتيت بروبابلمون لو ميور بارتنير. الجماعه هذوما عندنا عام ونص واحنا نفسروا لهم في البزنس بلان في السوق وكل شيء، قابلوا شركات الحليب الموجوده في تونس الكل من قبل ورفضوا انهم يتعاملوا معهم ورفضوا انهم يدخلوا تونس. الاسبوع الجمعه هذه معناها كنا في الرياض وقعنا معاهم اتفاقيه الشراكه، معناها اقتنعوا هما، جاوا زاروا شافوا، كانت الشروط اللي طالبينها واللي حبوا عليها موجوده، واللي هي انه توفر له الظروف الملائمه باش يستثمر بالطريقه اللي تخليك تنجح، وزاد اون ميم طون دو جيري دون سيغتان مانيير اللي باش يخلي المنظومه نتاعو ديما كيما في السعوديه كيما ان شاء الله تكون في تونس معنا. احنا اون لونسي اون كومباني بور تخوا بروجي، ماكتاريس هو هذا، فما اطارات الان جاء وقتهم انهم يدخلوا الشركه باش يكونوا هما لي فيتور ديريجون دو لا سوسيتي، واللي هما معناها في لي سيكتور الكل في لي ديبارتمون الكل، وهذم باش يكونوا المديرين والمديرين لي ماناجير معناها الاداره المتوسطه.
وفي مشروع سيرته اللي هو مشروع الكاف اندستريال بور لي ديتيرجون الكل، وفي مشروع افريكا كيترينج اللي هو لي ريستورون لي كوفي شوب ان فرانشيز. معناها هذه هي الكومبان دو ريكروتمون على شنو جات لي تخوا اون باراليل، وهذه هي جوست لا فاز اون نتاعها اللي هي كما قلت للمديرين والاطارات. من بعد فما عندنا اون استراتيجي دو ريكروتمون للناس اللي ما يطلبوش خبرات كبيره ولا ما يطلبوش خبره بالكل، وهذوما باش يكونوا بالميات ان شاء الله اللي باش يتخدموا مع لي بارتنير سوسيو ولا لي بارتنير اللي لوكو في المناطق. مثلا في مشروع مكتريس في منطقة سليانة باش تعاملوا مع معناها الإدارات الجهوية الغادي باش نشوفوا الناس المحتاجة أكثر للشغل هذا واللي عندهم شهائد عليا مثلا وعاطلين على العمل عندهم سنوات وكل، باش تتم هذا الكل مع مكاتب الشغل التشغيل و ممكن مكاتب الشؤون الاجتماعية في الجهات. معناها احنا باش نتسلموا معناها المطالب هذم ولا لي كانديداتور، ونكونوا احنا مواكبين توت لا فاز دو سيليكسيون. ماهيش باش تسيب هكاك عند المسؤولين ما نعرفوش بعد يجيبوا لنا ليستا ونا ريكروتي وها شكون، لا باش يكون فما كوم ان بارتناريا في الموضوع هذا. احنا باش نطالبوا الشفافية التامة، معناها مش موظف مش موظف في مكتب الشغل يجيب ولد عمه ولا ولد خالته، معناها من الاشياء من النوع هذا نتفاداها ان شاء الله، وتكون عندنا امبليكاسيون ديريكت دو تيل سورت ما يصيروش ديزابيو من النوع هذا. فيما يخص مشروع السليانه، المشروع مكتريس، بالرغم اللي ما وافقوناش على الاراضي والكل بدينا في الخدمه. كما ذكرت le 15 septembre on va prendre une décision finale. معناها الحكومه هذه باش تحمل مسؤوليتها، كان ما وافقوش في الدات هذيك باش نخرجوا احنا بحلول اخرى. لي سوليوشن هذو باش يطلبوا ممكن استثمارات اكثر باش تغير صبغه المشروع، باش يطلب مجهودات اكثر، تعطل في المشروع اكثر شويه، لكن هذا هو احنا بالنسبه لتونس القابضه ماهوش باش يوقفنا. معنا ان شاء الله هكا ولا كيلكو سوا شنو يصير باش نكملوا فيه، حتى يلزم فلوس اكثر واحد.